غياب المنظمات الدولية والحقوقية عن تغطية التظاهرات التي خرجت في محافظات الجنوب العراقي ضد الفساد الحكومي الذي تغول في البلاد، أمر دفع المتظاهرين إلى نقل واقعهم وما يتعرضون له من انتهاكات وقمع على أيدي القوات الحكومية والميليشيات عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي. ففي خطوة تلجأ إليها العديد من الأنظمة الفاسدة التي تحاول منع المتظاهرين من نقل الحقائق، قامت الحكومة في بغداد بقطع خدمة الإنترنت في البلاد وحجب إمكانية الوصول إلى مواقع التواصل الاجتماعي. فريق تحليل الإنترنت في شركة أوراكل العالمية أكد أن الحكومة في العراق قطعت الإنترنت وخففت سرعة نقل بياناته في معظم البلاد للتعتيم على حركة التظاهرات الشعبية المطالبة بتحسين الواقع الخدمي والمعيشي للمواطنين. كلام أكدته وزارة النقل والمواصلات في كردستان العراق بقولها إن الحكومة في بغداد قطعت خدمة موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بما في ذلك عن كردستان في محاولة منها لمنع توسع رقعة الاحتجاجات الشعبية التي عمت محافظات جنوبي العراق. أما التبريرات الحكومية فقد أشارت إلى أنه لا يوجد ربط بين التظاهرات وبين قطع خدمة الإنترنت، حيث قالت إن السبب الرئيس في قطعه يرجع لوجود أعمال صيانة في الشبكة. متظاهرون أكدوا أن قطع خدمة الإنترنت في العراق جاء ضمن خطة لعدم انتشار الأخبار والصور التي تظهر الميليشيات وهي تفتك بالمتظاهرين، لا سيما بعد أن قامت ميليشيات بدر والعصائب بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين في البصرة. وعلى الرغم من محاولة الحكومة والميليشيات لقمع التظاهرات بالقوة، إلا أن التظاهرات في البصرة وميسان وذي قار وبابل والقادسية وواسط وكربلاء والنجف والمثنى مستمرة، لينضم إليها المتظاهرون في العديد من مناطق بغداد دعما لها ولاستمراريتها.